السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم واحد البصوة زوينة اللي كتبيض الوجه. فأول استعمال غادي يبان لك الفرق. هاد الوصفة نعطيكم المكونات: كنحتاجو الشوفان، الخرطال، كنحتاجو هذا دانون طبيعي مسوس. هاد الشوفان غادي نطحنوه حتى يولي عندنا غبرة، وعندنا هنايا الزلافة باش نخلطو. غنمشيو نطحنو هاد الشوفان ونرجعو معاكم باش نكملو الوصفة. هذا هو الشوفان اللي طحناه مزيان، كيولي عندنا هكا غبرة وزوين. يمكن لك الا ما طحليكش مزيان تغربليه، المهم خصو يكون بحال هكا. غادي ندوزو الوصفة. غادي ناخدو واحد جوج معالق. هاد الوصفة زوينة بزاف، كنتمنى تجربوها تشوفوا النتيجة. دانا مسوس تبقاي تضيفي تجمع عليك هاد الخلطة هكا، دير جوج معالق تكفي. نخلطو مزيان يولي بحال الكريم. هاد الوصفة زوينة، ديريها لوجهك، ديريها ليديك، ديريها كلشي، كتجي زوينة وكتعطي النتيجة. أول استعمال اللي كتغسلي وجهك ولا يديك، كتشوفي فيها واحد في وجهك واحد اللمعة تبارك الله. نتمنى تجربوها. أنا غنطبق ها دابا على يدي، شوفوا كيف ولات. بسم الله هكا. يمكن لك ديريها حتى ليديك، كتجي زوينه كتبيض. كتخليها في وجهك نص ساعة 30 دقيقة، وكتغسلي وجهك، كدهني بطبيعة الحال، كيبان لك واحد الفرق زوين. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، راه كتجي زوينة زوينة بزاف، كتجي بارد.